اهلا بكم في النشرة الرياضية بحضور سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق الافتتاحي لموسم سباق الخيل الجديد والذي اقيم على كؤوس المغفور له باذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة وذلك على مضمار سباق نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخيرة. والذي اشتمل على سبعه اشواط وقام سمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى الخليفة بتقديم كأس الشوط الاول الى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى ال خليفه. وكأس الشوط الثاني الى الملك جعفر كاظم درويش. فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد ال كأس الشوط الثالث الى المضمر الفائز يوسف طاهر. ثم قدم سموه كأس الشوط الرابع الى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى ال خليفه. وقام سمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى الخليفه بتقديم كاس الشوط الخامس الى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى ال خليفه بينما قام سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفه بتقديم كاس الشوط السادس الى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى ال خليفه اما كاس الشوط السابع فقد توج سمو توج سمو الشيخ التركي بن راشد بن عيسى الخليفه صاحب المركز الاول الملك سيد هاشم حبيب محسن